ولاية البيض دين أشرفت السلطات الولائية على هامش الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال والشباب على تسليم عقود ومفاتيح للمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري ببلدية البيض، إضافة إلى توزيع أزيد من 3400 عقد ملكية لأصحابها عبر 22 بلدية، بالإضافة إلى تكريم عدد من المجاهدين وأرامل الشهداء. التغطية للعرش برمضان. راني في 22 عام ملي دايره الدوسي، نيميرويا كان 6367، واليوم راني استافدت، فرحه كاع ما توصل، الحمد لله. كنا عدنا مده سنوات رانا نستنوا في هذا السكن، والحمد لله اللي نشكروا السلطات اللي ما قصرت في حقنا. 18 سنه وحنا نتسناو اليوم، الحمد لله فرج علينا ربي، ادينا عقد الملكيه الحمد لله. الله يحفظ دولتنا ويحفظ رئيسنا ويحفظ الأمة الجزائرية. 14 عام وحنا نتسناو فيه وحنا مسوفين نراعوا لهم تيجوا، خايفين على أرواحنا وخايفين على سكانينا، واليوم الحمد لله اليوم سالونا الكارنيه تاعنا والحمد لله رانا فرحين.